يلتقي فريق الكرة بنادي الهلال بنظيره تشيلسي الإنجليزي في 7:30 مساء اليوم على ملعب محمد بن زايد بنادي الجزيرة الإماراتية ضمن منافسات الدور النصف النهائي من بطولة كأس العالم للأندية 2021. وتستضيف مدينة أبوظبي الإماراتية منافسات كأس العالم للأندية خلال الفترة بين 13 من فبراير الجاري، حيث تأهل الهلال إلى المونديال بعد التتويج بلقب دوري أبطال آسيا 2021 للمرة الرابعة في تاريخه، بينما تأهل تشيلسي الإنجليزي بعد فوزه بلقب دوري أبطال أوروبا 2021 للمرة الثانية تاريخيا. ومن المقرر أن يتم بث مباراة الهلال وتشيلسي الإنجليزي عبر فضائية SSC7 وقناة أبوظبي الرياضية إكسترا. ويدير مباراة الهلال وتشيلسي الحكم المكسيكي سيزار راموس على أن يتأهل الفائز إلى نهائي كأس العالم للأندية يوم 12 فبراير ليواجه الفائز بالميراس البرازيلي. واستقر المدير الفني لنادي الهلال ليوناردو غارديم على تشكيل الهلال اليوم أمام العملاق تشيلسي، والذي جاء كالتالي: في حراسة المرمى عبد الله المعيوف، في خط الدفاع ياسر الشهراني، علي البليهي، جانغ هيونسو وسعود عبد الحميد، في خط الارتكاز غوستافو غويلار ومحمد كنو، في خط الوسط سالم الدوسري، ماتيوس بيريرا وموسى ماريغا، في خط الهجوم أوديون إيغالو. شاركنا رأيك في التعليقات، ولا تنسى دعمنا بلايك والاشتراك في القناة ليصلك كل خبر جديد.